بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. كسر وسشو وحديث كي كنتنات، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. حديث كان وحوة الماما يا قف كمؤمن كالدنيا ذي إنو أطهي مرك الله إيغو آخره نمع هذا إبرواخ هذا إخيرك و إلهي أدياري مرك الله إيغو رنك الدنيا إحالكو كجر مرك الله إيغو الدنيا ذو وحي أطهي يعني حبسي أطه قال كان مرك الله إيغو الدنيا ذو وحا أكو حيستو إي آخيرا مركو أطهيغو لباتة شدة إي عذاب أطهالو وحي يعني أكانيسا الدنيا إنو أطهي جنة أوكلت حالك مؤمن كانه أطهي يعني حبسي معنى حديثك محاويان سيداويان قفك مسلمك حلقيا با أدونك انتو جوغو انو دواتوضو عريريوضو حانوسادو فخر كدعو وحان هتابنين حراموين كان هسوبينين كان ييل يعني دواتو أدونك وكدريمو لكن نمعاد آخر إي برواقادو أطحال لمرك لو إيغو أدونك حيو نخوني ساحبسي حالك قال كان آخر دبات تدي إي عذابتو أطحال لمرك لو إيغو أدونك حيو نخوني ساجنو مرك حديث كان لمعنى إحوان خران أصو مرنا أو أحا جنة ذا وحا لغو هريري وحوال بو نفت إن عبي سانيسو نارتنا وحا لغو هريري وحوال بو نفت إي جعلي سانيسو مرك غوفك مؤمن كحلو بها يهي أدونك إنتو جوغو قف يعني دورسون إنو نخدو رواتوين كاي مصائبته نو كدو الخاطو وكو صبر ما أركسا سي جنة دا إبرواقة دا نعيم كا أبديين كا سوغيسو يعني نلشان تمبريريغ وكو أتكسو ولك إله سبحانه وتعالى حويدي سنينا إنو نوافجي زاكو الله خير وبركو الله فيكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.